وزارة الشؤون الدينية والأوقاف القادم في برنامج هذا الصباح. المبادرة تستحق الشكر وتستحق الثناء وتستحق أيضا أو تستحق التنويه والتقديم حتى في بلاتوهات التلفزيون. ويحضر معي السيد محمد عزوق إطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. سيد محمد عزوق صباح الخير، مرحبا. صباح الخير وصباح الأنوار، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا. أنا أقصد طبعا مبادرة كلنا مع الأطباء ضد الوباء. نعم. ما هو مضمون هذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه المبادرة أطلقها سيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ الدكتور يوسف المهدي تحت شعار كلنا مع الأطباء ضد الوباء. هذه المبادرة تستهدف العديد من الأشياء. الأمر الأول هي مبادرة من أجل دعم الأطباء الذين يرابطون لمدة طويلة في المستشفيات من أجل مجابهة هذا الوباء ومن أجل التخفيف عن ألام الكثير من المصابين، هذا أولا. وثانيا هي مبادرات تستهدف أيضا التخفيف والرفع من معنويات، التخفيف من ألام الأطباء والرفع من معنوياتهم، لأنهم يقفون في الصف الأول في مجابهة هذا الوباء. الأمر الثالث الذي تستهدفه أيضا هذه الحملة هو المتعلق بمجال التوعية والتحسيس. نريد أن نصحح بعض المفاهيم، نريد أن نوصل خطابنا إلى الناس، وهو يعني أنه ينبغي عليهم أن يلتزموا تدابير الوقاية الصحية ويلتزموا بحمل هذا القناع الواقي ويلتزموا التباعد الاجتماعي، يلتزموا كل ما من شأنه أن يدخل تحت مسمى تدابير الوقاية الصحية. هنا أستحضر حديث وهو قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي قال فيه، الذي رواه الإمام مسلم وقال فيه يعني أوجب، وقال فيه صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، فذكر العديد من الأشياء وقال الذي لا يجد أي شيء يتصدق به أن يمسك عن الشر صدقة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، قال أن يمسك الإنسان عن الشر فهو الصدقة. فحينما تلتزم بإجراءات الوقاية، نحن كمواطنين يعني أي واحد يلتزم بهذه الإجراءات فهو في الحقيقة يمسك عن الشر، يعني ما يوصل الشر إلى الناس، لا يتسبب في حمل هذا الفيروس ونقله إلى الآخرين. هذا الأمر في حد ذاته صدقة، خاصة ونحن في الأيام المباركات العشر الأوائل من شهر الحجة، الشهر الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني العشر التي تسبق العيد، العمل الصالح فيها مضاعف. غير أن العمل الصالح لا ينبغي أن يفهمه الناس أن يعني بأنه يتوقف على مجرد صيام النافلة والقيام يعني بقيام الليل وما إلى ذلك، وإن كان هذا من العمل الصالح، ولكن يضاف إليه توسيع قاعدة العمل الصالح، يضاف إليه الكثير من الأشياء. احنا نعرف في الشريعة الإسلامية أن المرأة دخلت النار في هرة عملتها بقساوة حتى ماتت فدخلت النار، وعرفنا أيضا في أحاديث أخرى أن امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته، كلب كان عطشان يلهث فسقته دخلت الجنة. ويعني العمل الصالح قاعدته واسعة جدا، لا ينبغي أن يفهم في إطار ضيق. فأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في ظل هذه الجائحة وفي ظل هذه الأيام هي أن لا تؤذي غيرك، هي أن تلتزم بالنصائح والإرشادات التي يقدمها المختصون ويقدمها الأطباء. دعني أقول بأن المبادرة هي ليست مبادرة يوم فقط، صحيح أنه سيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف ابتدأها وأعلن عن انطلاقها أمس بزيارة ميدانية إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي رفقة زميله وزير الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات، ولكنها أولا حملة وطنية يعني تشارك فيها كل مديريات الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولايات، الأئمة العلماء يشاركون معهم المحسنين وجمعيات المجتمع المدني، ولكنها حملة أيضا تمتد إلى غاية آخر يوم من أيام العيد. يعني البرنامج المسطر
البرنامج المسطر والذي سيتحدث ربما عن البرنامج المسطر. قبله سيد محمد عزوق أريد أن أسألك عن مسألة أننا نمسك الشر، أنت تقصد نمسك الشر، نمسك هذا، نمسك يعني سلسلة العدوى، أن المرض لا ينتقل. نعم. ولكن أريد أن أكيفه بطريقة أخرى، هو أن نمسك الأذى. يعني الشيء المؤسف والواقع هذه الأيام التعدي على الأطقم الطبية في بعض المؤسسات الاستشفائية، الدين لا يتساهل مع هؤلاء. هذا أمر خطير جدا. لماذا؟ لأنه أنا أستطيع أن أكيفه، ويعني أخشى أن يكون هؤلاء الذين يعتدون على الأطقم الطبية يدخلون في حكم أهل الحرابة. ربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. محاربة الله، نحن لا نستطيع أن نحارب الله في السماء، ولكن نحارب تعاليمه، نحارب أوامره، نحارب الأمور التي جاء بها، نحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله غير موجود بين ظهرانين الآن، ولكن حينما نحارب أوامره ونحارب نواهيه فإننا نحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا هو جزاء الحرابة. كيف أحارب الله في هذه المسألة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بحفظ النفس، هو الذي أمرنا بصيانة النفس، هو الذي أمرنا في مقاصد الشريعة الإسلامية أن نقدم كل النفس على جزء الدين. فهؤلاء الأطباء يقول نعم، هؤلاء الأطباء ينفذون أمر الله سبحانه وتعالى في هذا. أولا يرفعون الآلام عن الناس، يخففون الآلام عن الناس، يحاربون هذا الداء وهذا الوباء، ثم نحن نأتي ونعتدي عليهم. وإن كان هذا السلوك يصدر من بعض الأفراد، من قلة من الأفراد، ولكن لا نريد أن يكون هذا الأمر في مجتمع ينتمي إلى الأصالة وإلى منظومة الاحترام والتقدير. سيد محمد عزوق، سنتوقف من خلال هذا الموضوع الذي نقله الزميل إبراهيم بلخير من ولاية إليزي، تجند الأئمة من أجل مجابهة وباء كورونا، وأيضا الوقوف بجنب الأطقم الطبية.